نبدأ مع بعض محاضرتنا الأولانية من محاضرة الكار بومب. معاكم أحمد عبد الرحمن من جي اف اكس أكاديمي تي في. الورشة دي هي ورشة من ضمن ورش البرنامج التدريبي للمؤثرات البصرية، واللي إن شاء الله هيطلع في أول 11 أو نص 11 اللي جاي إن شاء الله. البرنامج إن شاء الله هيبقى برنامج قوي جدا في التدريب على كل الاسبكتس تقريبا في المؤثرات البصريه جوه 3D ستوديو ماكس وفيوم اف اكس وفينكس اف دي وثينكينج بارتكلز. يمكن في الوركشوب دي اللي هيتقال معلومات كتير جدا جدا جدا، لكن بدون مبالغه هي سكراتشز بالنسبه ل اللي هيتقال في البرنامج ده. اول حاجه، انا قدامي الموديل بتاع العربيه زي ما احنا متفقين. انا ك اف اكس ارتست انا مش مطالب ان انا اكون موديلر بمعنى كلمه موديلر، لكن انا مطالب ان انا اكون على الاقل حاجه بنسميها اسيتس موديلر. يعني انا مش مطالب ان انا اعمل عربيه زي دي، لكن انا مطالب ان انا اعمل بيت خشب، تمام. مش مطالب ان انا اعمل طيارات وعمارات وكل الكلام ده، لكن انا مطالب ان انا اعمل اسيتس اللي انا بشتغل بيها، شويه طوب، شويه نباتات. يعني يبقى عندك مهارات في الموديلنج تخليك حتى تعمل ميد ليفل موديلنج، لان دي مش شغلتك ومش وظيفتك. لكن وظيفه الموديلر اللي شغال في الفيلد ده انه يبقى فاهم ان كل الكلام اللي بيعمله بيروح في الاخر لديناميك سيميوليشن، بمعنى ان انا مش هينفع ان انا اعمل ديناميك سيميوليشن على عربيه بالشكل ده. قد يكون ينفع على العربيه دي بالذات لان عدد البوليز اللي فيها او عدد البوليجونز اللي فيها ما هوش كبير قوي، خلاص. اما ساعات انت بتلاقي ان عدد البوليز كبير جدا، سواء حاجه جايه من زيبراش او حاجه جايه من 3 دي كوت او حاجه حتى معموله جوماكس، بيبقى عدد السيجمنتس كبير جدا جدا جدا. فعلشان اعمل عليه دايناميك سيميوليشن، العربيه دي مثلا تتخبط فتطبق او تتقلب وتتكسر والكلام ده كله، الموضوع بيبقى مرهق جدا ويكاد يكون مستحيل حتى على اعتى الاجهزه. فلازم الموديل اللي بيشتغل معاك يكون فاهم انه بيعمل تو فيرجن من الموديل، موديل هاي ريز وده اللي بيبقى ظاهر قدام اللي بيتفرج، وموديل تاني بيبقى لو ريز وده اللي بيتم عليه الديناميك سيميوليشن، تمام. ازاي بقى بننقل الديفورميشنز والكلام ده كله من اللو بولي موديل للهاي بولي موديل؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده. بل بالعكس، احنا النهارده مش هنعمل كمان لو بولي موديل، احنا هنتعلم ازاي نعمل بروكسي موديل. هو في فرق؟ في فرق. اللو بولي موديل بيبقى موديل زي ده كده بالظبط، بس الفرق ان الموديلر بيشتغل بتكنيكس بيخليه ما يشتغلش تربو سموز او ما يشتغلش ما يحطش اي سموز موديفاير على الاوبجكت، بيشتغل كله بيفلز، بيشتغل كله كاتس، الكلام ده كله بحيث انه يطلع الموديل بنفس التفاصيل دي بس بعدد سيجمنتس اقل. ده اللو بولي موديل. اما البروكسي موديل زي اللي احنا هنعمله دلوقتي، مبدئيا العربيه دي هيتم عليها حاجات كتير. اولا هتتنطر من مكانها وبعدين تنزل تخبط على الارض، ادي اول دايناميك سيميوليشن. الحاجه الثانيه ان هيحصل ديفورميشنز في بعض الاجزاء بتاعتها، يعني حته زي دي هتتطبق، حته زي ده مثلا هيرجع لورا، ده مثلا نفس القصه مثلا هيتفك وينزل لقدام شويه، البامين دي هتتفتح، كل الكلام ده ده سيميوليشن. او دي حاجه ثانيه بنسميها الكلوز سيميوليشن، او حتى ممكن اوريكم ازاي كمان نعملها يدوي، يعني نعملها بالطريقتين، تمام. وعندي بعد كده الفاير. اذا انا عندي ثلاث حاجات هيتموا على العربيه دي. طب ازاي هنعمل البروكسي موديل؟ اولا قبل ما نعمل البروكسي موديل، تعالوا نقسم العربيه دي لكذا حاجه. مبدئيا انا عندي العجل ده، كل عجله بالمودلز بتاعتها هتروح في جروب، يعني العجل ده او الكاوتش وبعدين كنترول هياخد ده، وبعدين كنترول هياخد المسامير، وبعدين هاخد دي، وبعدين هاخد الديسك بتاع الفرامل، وبعدين هاخد البريكر. اتاكد الاول من الاخر ان كل حاجه في النص، فهروح لهيراركي افكت بيفوت اونلي واقول له سنتر تو اوبجكت. لو جيت بس ابص هل انا شغال صح ولا غلط او خدتهم كلهم ولا لا، الاقي الدنيا تمام ما عدا البتاع ده، تمام، اللي هو
البلف بتاع العجل كده. ده او دي اول جروب اللي هي الويلز. تعالوا بقى ننظم البروجكت. تمام، ده الهاي بولي. تمام، فاذا انا هروح لللايرز. طبعا اللايرز انا قايل هنا الديفولت بتبقى في الشمال. هروح لللايرز، لو ده اللي ظاهر عندك ده السين اكسبلورر، لكن انا عايز اللاير اكسبلورر. انا عملت سيلكشن، هروح من نيو لاير وهروح هنا. لو ده مش ظاهر عندك انت ممكن تظهره من هنا من اللاير اكسبلورر اللي هنا. ده اسف، ده توجل ريبون، ده لاير اكسبلورر. هسمي ده هاي بولي اندرسكور ويلز عشان ابقى عارف ان دي اللي هيبقى فيها الويلز. لو عايز اسلكت الويل دي دبل كليك كده هسلكت الويل دي كلها، وبعد كده هروح لجروب واقوم قايل له جروب. الجروب دي هسميها فرونت اندرسكور، بلاش مسافات في التسميه في الماكس. تمام، فرونت اندرسكور ليفت ويل. تمام، دي كده الفرونت ليفت ويل، ولو ان دي انا هقوم اعمل لها لاير جديده، ودي هدخل بس كليكه طويله كده شويه، ودي هسميها هاي بولي اندرسكور جروبس، او هنسميها هاي بولي كار جروبس. تمام، كده خلصنا من الويل. البيفت في النص، اتاكد برضو ان البيفت في النص، ولو ان هي كده كده اصلا في النص. تمام، ده بالنسبه للويل. نيجي بعد كده للباك. الباك ويل، افتكر دي كده، دي كده احنا مش هنحتاجها، احنا كده كده هناخدها جوه، هناخد كله جوه الجروبات دي. تمام، هندلت دي الاول، هاخد كل اللي فيها دبل كليك عليها واخدهم ارجعهم جوه الديفولت، وبعد كده كنترول زد ان انا خدت اللير معاهم، فانا بسلكت كده وبكنترول ادي سلكت اللير، او هاخد دول كده. تمام، دول مع دول واخدهم واوديهم جوه الديفولت لاير. تمام، هيتبقى لي اللاير دي، رايت كليك واقوم قايل له ديليت. تمام، بعد كده هاخد نفسي دي كده. انا على فكره عامل اكتف على الهاي بولي كار جروبس. تمام، فانا هعمل اكتف هنا على الديفولت عشان كل حاجه تنزل في في الديفولت. هاخد دول كنترول وكليك، كنترول كنترول، وما ننساش الاخ اللي تحت ده، ومعاهم دي ومعاهم الديسك ده. افتكر كله تمام، افكت بيفوت سنتر اوبجكت، وبعد كده هروح لجروب، والجروب ده هسميه ليفت، او قبل ليفت الاول احنا بنقول اتجاه ويل. تمام ماشي، نفس القصة، افكت بيفوت ونسنترها، وهناخد دي وهنقوم حاطينها في الهاي بولي كار جروبس. تمام، بحيث ان انا هجمع الهاي بولي في حاجة، لان لو حبيت اعمل كده. تمام، او لو حبيت اعمل كده، لو خدت بالكم هي مش هتختفي، ودي دي في الماكس رخمه شويه. انا بسلكت الاول الجروب وبعدين اخفيها، مش عارف ليه كده، ليه هو ما بيخفيش دول كجروبس. المفروض ان انا دول لو عملت كده المفروض يتخفوا، لكن هو في الجروب مش بيخفي، مش بيخفي او يظهر الاوبجكتس تبعا لحاله الجروب. بس هل هو ده الديفولت؟ لا. لو رحنا للهيراركي نفسها، اللاير تقدر تقول ان كل لاير لما بتروح او لما بناخد اوبجكتس نوديهم في لايرز بتتفصل تماما عن السين. يعني بصوا كده هنا ما خفاش، وده الحقيقي، مع ان حرفيا انا ليه مش عارف هو فاصل تماما بين القصتين دول. بس عموما لو انا رحت للهيراركي
وجيت عملت كده تمام، عملت دبل كليك الاول سلكتهم وعملت كده، هيخفي الجروب تمام. لكن خلينا نرجع لللايرز، انا يهمني تنظيم السين، وبعدين بعد كده هبقى اتعامل انا من السين اكسبلورر. نروح هنا ونيجي الناحيه التانيه، برضو هسلكت ده وبعدين كنترول مع ده مع ده وده وده تمام ودي، وبرضو هنروح لجروب وهنسمي دي فرونت رايت ويل. بالمناسبه التسميات في منتهى الاهميه، لان لما هنخش جوه السيميوليشنز مش هفضل ارجع، مش هفضل اروح وارجع كل شويه علشان اشوف اسم الحاجه، اسم الحاجه ايه. دول جم معايا فانا هوديهم للديفولت تمام، عشان اخلي الجروبس كلها في حته واحده. ده هيفيدني بصراحه لو عملت دبل يعني دبل كليك، او عملت كليك واحده سلكت الجروب كله وارميه لاي سيميوليشن. نيجي هنا تاني وهروح اخد ده كنترول مع ده وده 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 وده. بعد كده افكت بيفت، افتكر ان نسيت اعملها في المره اللي فاتت، بس هما كده كده كانوا في النص. وهروح لجروب جروبس وهسمي ده باك رايت ويل. ناخد الباك رايت ويل و نوديها للهاي بولي كار جروبس، هنشيل كل القصه دي ونرجعها للديفولت تمام. كده عملت سيلكت على الويلز، وعملت سيلكت على عملت سيلكت على الويلز كلها. هكليك كده، او بمعنى تاني هاخد دول بكنترول طبعا تمام، وبصوا لو عملت كنترول اي هيسلكت الباقي كله خلاص. انا مش هعمل individual simulation لكل حاجه من دول، ده البادي ده كله هيتعمل له سيموليت. فانا هسلكت كل ده واقوم رايح لجروب جروبس، ودي هسميها كار بادي. بس قبل ده هروح ل سنتر واروح لجروب جروبس وهقول له كار بادي، واقوم جاي عامل اوكي تمام. ادي الكار بادي، وهاخد الكار بادي جوه الهاي بولي تمام. جميل، الكار بادي كده هروح لافكت سنتر. بس في نقطة مهمة جدا، ان السنتر ده مش صح مكانه. لو رحت للليفت فيو تمام، المفترض ان سنتر العربية مش هيبقى هنا، لا انا اروح اقول له افكت بيفت وهاخد السنتر ده هحطه هنا كده، لانه سنتر العربيه على فكره ما بيبقاش في النص بالظبط، بيبقى مركز التقل بتاعها ورا شويه مش بيبقى قدام شويه، فهو هيبقى في الحته دي كده بالظبط، مش شرط قوي يعني بالظبط زي ما انا عامل، بس هو ما بيبقاش في النص يعني بيبقى تحت خلاص. بعد كده شيل دي وخلاص، بعد كده الدنيا بتاعتنا تمام. و 100 فل و 14 بالمناسبه، اف 3 واير فريم، اف 4 ايدجد فيسد. بالمناسبه اللي شغالين بلابات ممكن الاف هيلاقيها مش شغاله فيضغط فانكشن مع اف او اف ان مع الاف 3 او الاف 4 او اي اف فيهم، فهيلاقي الدنيا شغاله معاه تمام. كده احنا عملنا السيت اب تقريبا للموديل، الموديل بتاعنا وقسمناه وظبطناه. فاضل بقى ان احنا نعمل زي ما بنقول البروكسي فيرجن. بس قبل البروكسي فيرجن خلينا نروح ل دول لللايرز دي واخفي الويلز تمام. فانا هاخد دول كلهم او الكام، انا مجرد ما عملت سيلكت على جروب عمل لي سيلكت على الاوبجكتس نفسهم جوه جروب خلاص. فدول هعمل منهم لايرز، او عشان خلونا نكمل كنترول وهنكليك كنترول ونكليك كنترول ونكليك خلاص. النشيطين اللي هنا دول هعمل منهم جروب تمام، او هضيفهم ل الاكتيف لاير تمام، وهاخدهم كلهم
على بعض كده خلاص، وهعمل منهم لاير تانية. تمام. انا مش عارف دول اتنقلوا ليه، بس ما علينا، خلي دول هنا. لاير 1 دي مش تبعنا، دلتها. لاير 2 دي المفروض تبقى مع الهاي بولي. تمام. ودي هنكليك كده تكه طويله شويه عشان يديني ان انا اعمل لها رينيم، ودي هنسميها كار ويلز. لو عملت كده خلاص انا شلت الكار الكار ويلز، والباقي كله مع البادي. هنروح لليفت فيو، وهروح لبوكس، او خلينا نروح للطب افضل. هروح اخد بوكس وهرسم البوكس. بس هو بيقول لي object cannot be created on a hidden layer. ده ليه بقى؟ لان انا كنت منشط دي، فاصبحت دي اللي بتستقبل مني اي object جديد، فخليني عشان كده قلت في الاول هنشط الديفولت. تمام. فهروح لبوكس تاني، والمرة دي هرسم بوكس بالشكل ده كده، وهرفعه سنة بسيطة. تمام. انا هعمل align، وهالاين ده مع الكار بادي. تمام. هقول له سنتر سنتر. حلو بالشكل ده كده. هضغط F3 وهاخد ده لقدام شويتين. تمام. وهكبر شوية ده، وهكبر شوية ده. نيجي للبرسبكتيف فيو، هكبر الهايت شويتين. تمام. وهنزل بيه لتحت. اهم حاجة يبقى قافل على الجسم بتاع العربية كله بالشكل ده كده. نرجع لليفت فيو، وخلونا نحط مثلا يعني كام سيجمنت، مش كتير قوي على فكرة. خلاص. ونيجي للتوب فيو، و يعني افتكر كده كفاية. والهايت افتكر لو رحنا للفرونت كده كفاية جدا. نروح للبرسبكتيف، هنلاقي ان احنا عملنا زي كيج حوالين العربية. هنعمل ايه في الكيج ده؟ هنروح للليفت فيو ونعمل رايت كليك، و هقول له كونفرت تو، واقول له اديتابل بولي. بمجرد ما حولته اديتابل بولي خلاص انا اقدر بعد كده اتحكم في الفيرتسز واظبطها على قد العربية، وده اللي احنا هنعمله. تمام. هروح هنا وسلكت دول، واخد دي احطها هنا على قد ما اقدر، بس امشيها مع الفلو بتاع العربيه. انا مش بموديل خلاص، انا كل اللي انا بعمله بعمل يا دوب بروكسي اوبجكت. ومش عايز اقول لكم انها ممكن تتعمل كمان عند الحتت اللي انت متاكد انها هتقابل الارض. بس طبعا بما اني مش عارف انهي حته اللي هتقابل الارض من العربيه دي، طبعا هرفع دي لفوق شويه عشان هي مش عمرها ما هتقابل الارض هنا. تمام. ودي هتبقى هنا كده خلاص. بما اني مش متاكد فانا مش هغامر وهشتغل على حاجه انا مش عارف ظروفها ايه، او مش عارف العربيه هتخبط في الارض في انهي حته بالظبط. حاجه كده مثلا. الاوتو سيف بس بيخنق شويتين. تمام. بالمناسبه انا عايز اطلع ده بره الكيج بتاعي. ليه؟ لان انا عايز اللي بيتفرج يحس ان العربيه خبطت، لان لو سبت ده بره ده اللي هيخبط على فكره، الجسم ده اللي هيخبط. فهتلاقي لو حد مشى فريم فريم هيلاقي ان اصلا دي ما حصلتش الارض، او ما حصلتش الحاجه اللي خبطت فيها. فعشان كده انا عايز اسيب جزء كده بحيث يبان فعلا العربيه هي اللي خبطت. تمام. بس يعني انا قلت انبهكم لحته زي دي. تمام. مش لازم قوي يعني، بس لو انت عايز تشتغل الحاجه اكيوريت جدا زي ما بيقولوا، زي ما الكتاب بيقول يعني. تمام. حاجه بالشكل ده كده. تمام. نفس القصه هنا. حلو. نفس القصه هنا كده. نفس القصه هنا
زي ما انت شايفين انا كل الحكايه بس انا ماشي مع الخط بتاع العربيه. طبعا انا لسه كنت بتكلم من شويه بقول انك انت لو بتشتغل اصلا موديلنج ف الدنيا معاك هتبقى سهله قوي. بس زي ما هرجع اقول تاني، انت كاف اكس ارتست انت ما انتش مطالب تبقى موديلر، لكن مطالب يبقى عندك فكره عن الموديلنج، مطالب يبقى عندك فكره هو بيتعمل ازاي، مطالب يبقى عندك فكره لو انت حابب تعمل لنفسك انت ديمو ريل، تقدر تعمل لنفسك كم موديل بسيط تعرف تشتغل عليهم، تقدر انك انت حتى لو جبت موديل من على النت تعرف انك انت تشتغل عليه او تعمل له تعديلات كاستم زي ما انت حابب، تمام. اما انك انت تبقى ابيض وبلاطه وتستغل الفكره الكلمه اللي قلتها من شويه انك انت مش لازم بقى تبقى موديلنج لا تمام كده هتبقى بطاطس، يعني مش هتبقى اف اكس ارتست. ده كده الجزء من ده. لو هنطلع على التوب فيو هنلاقي نفسنا عايزين نظبط شوية فيرتيز، هناخد دول نحطهم كده، ناخد دول ناخدهم كده، ناخد دول يا عم تعالى، تمام، ناخد اوبس كنترول زد، تمام، ناخد كده شوية. زي ما انتم شايفين انا عمال اسيب فراغات او اسيب اماكن يحصل فيها فعلا خبطة، تمام بالشكل كده، تمام. نيجي هنا بقى انا هاخد دي جوه شويه، وده اهي يعني سنه كده، ودي هاخدها كده حبه، ودي هاخدها كده حبتين، ودي هاخدها كده، ودول هاخدهم هنا. تمام، ودي هاخدها جوه شوية، ودي شرحه، ودي نفس القصة. زي ما انتم شايفين هي نفس اللي احنا بنعمله في الجنب ده هنعمله في الجنب ده. بصراحة كان ممكن ناخد سيمتري بس مش عايز بقى اعقد الدنيا وكلكع الدنيا، تمام، احنا كده حلوين جدا، تمام. ناخد كده، ناخد ده كده، ناخد دي كده، ناخد دول دول، واخيرا هناخد، مش اخيرا قوي، هناخد دول. دي بس ترجع لورا سنة، ودي بس ترجع لورا سنة، ودي ترجع لورا سنتين، ودي هنظبطها كده شوية، تمام. زي ما قلنا مش شرط ابقى اكيوريت قوي، بس لو رحنا للبرسبكتيف وضغطنا على F3 اوبس هنلاقي نفسنا عملنا حاجة زي كده. فاضل بس نظبط شوية الفيرتسز دي، هنطلع للتوب F3، هنطلع للتوب فيو وهناخد مع البرسبكتيف تاني، هاخد بس الكام الفيرتسز اللي فوق دي، وناخد سكيل وهنسكيلهم كده شوية، تمام، وهناخد دي وكنترول مع دي وهنسكيل دي برضو كده شوية. يعني زي ما قلت بنظبط شكل العربية. افتكر لو رحنا على البرسبكتيف وضغطنا F3، طيب مبدئيا هنروح لكستمايز بريفرنسز فايلز، ففايلز هقول له كومبريس اون سيف عشان لما اعمل
لما اعمل سيف عايزه يضغط الفايل، لان ماكس ممكن تيجي لو اشتغل على فايل كبير قوي ممكن انك انت تلاقي فايل في حجم الفايل معاك دخل مثلا في بتاع 1 جيجا ولا حاجه، 1 جيجا ونص، حاجات كبيره قوي كده. مش عايز اقول لكم ان الاوبشن بتاع سيف ده الواحد جيجا ده ممكن تلاقيه في الاخر رسي على 200 ميجا 220 ميجا، ودي حصلت لي في مشروع كان باظ مني للاسف، اكتشفت بعدها القصه دي. دي حاجه. الحاجه التانيه في الجنرال السين اندو هرفعها شويه، ما ترفعهاش قوي لان ده كله حمل على الميموري. مش عارف هنا الاوتو سيف فين. باك اب انترفيل كل 5 دقايق، مش عايز. تمام، واقوم عايل له اوكي، لان الاوتو سيف بيوقف الماكس، بيوقفه جامد قوي يعني. هرجع ل F3 وكده. تقدر تقول ان انت عملت بروكسي اوبجكت من العربيه بتاعتك. تمام، انت ممكن هنا نظبط بس الدنيا شويه، دي ننزلها، مش ننزلها، ناخدها ورا سنه كده. تمام، ممكن نيجي ناخد ايدج زي دي واقول له رينج، هاخد اللي قدامها كله وهروح اعمل كونكت. حتى انا مش هظبط حاجه في الكونكت، وهرفع بس دي لفوق شويه كده. تمام، مش اكتر ولا اقل. افتكر كده الدنيا. تمام، مش فارقه حتى موضوع المرايه، كده كده المرايه دي هتتكسر اصلا يعني، هنفصلها لوحدها ونعمل لها كونكتور لوحدها وهتتكسر لوحدها، فمش فارق معايا، مش فارق معايا هيحصل معايا. او اقول لكم على حاجه، بما اننا هنعملها لوحدها فانا هاخد بالمره دي كده وهزق دي لجوه كده. تمام، ونخلي بالنا ان كل حاجه هتتعمل لوحدها في العربيه دي هيتعمل لها بروكسي. ماشي، فهنروح ل ال اف 3 ونخلي بالنا من نقطه بقى مهمه قوي، ان انا هاخد كل الفيرسز دي وهنزل بيها لتحت، كنترول زد تاني، كنترول ومعاهم الفيرسز دي وهنزل بيها لتحت. هتقول لي ليه؟ هجاوبك حالا. تمام، هناخد برضو نفس دول وهنزل بيهم لتحت، لان ده هيتعمل لوحده. تمام، الكبوت هيتعمل لوحده. الشنطه نفس الحوار هنا، خليني اخد دي وارجع بيها ورا شويه. تمام، وهنحتاج هنا كونكت عشان يبقى عندي جيومتري كفايه، وهقول له رينج وهقول له كونكت. تمام، وهاخد النقطه دي واحطها هنا. تمام، وهاخد دي واخدها برضو هنا شويه، ودي يمكن تترفع هنا شويه، ودي ممكن اجيبها برضو هنا شويه، يعني نمشي شويه مع الفلو بتاع العربيه نفسها. تمام، حتى احنا ممكن ناخد دول وناخدهم نحطهم هنا، ودول وناخدهم نحطهم هنا. تمام، زي ما قلنا احنا مش بنموديل، والنبي عشان ما حدش الدنيا تسرح معاه ويقول لك طب ما نخلي بقى دي تاخد كيرف ولا كيرف ولا غير كيرف. تمام، انا زي ما قلت مش بنشتغل مودرنج. تمام، اما دي هاخدها احطها هنا، ودي هاخدها احطها هنا. تمام، وده اهي زيهم هتتحط في النقطه دي كده. ماشي، طب ليه؟ عشان زي ما قلت من شويه خلاص، ان الجزء ده دي شنطه العربيه برضو هتتفصل لوحدها. يمكن دي كمان مع الشنطه هاخدها احطها هنا، ودي هاخدها احطها هنا كده. تمام، بالمنظر ده. جميل، يبقى احنا كده عندنا المرايه لوحدها، الكبوت اللي قدام ده لوحده، الاربع عجلات هيبقوا لوحدهم، وده هيبقى لوحده، والبيبان وبرده البيبان هتبقى لوحدها. تمام، فانا عشان القصه دي برضه هروح للبرسبكتيف. تمام، وهضغط اف 3 هضغط بس اف 4. تمام،
وهناخد ال طب، ويمكن هاخد الجزء ده كله كده سكيل، وبس هعمل له سكيل لجوه. تمام، نروح على برسبكتيف F3، نشيل F4، هنلاقيه بالشكل ده كده. تمام، نبدأ نعمل البروكسي بتاع البيبان والبروكسي بتاع الشنطة والكبوت والعجل في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله.